في بداية جولتنا الإخبارية، برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تنطلق اليوم النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ المصرية، وبرعاية كريمة من سموه تنطلق فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ كوب 27. حتى نتكلم يا ريم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر وعن أهمية هذه المبادرة، أكيد يسعدنا أن ينضم لنا عبر سكايب الدكتور محمد الصبان مستشار النفط الدولي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. في البداية لو تكلمنا عن مؤتمر كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ تحديدا والمعني بمناقشة تغيرات المناخ. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أختي الفاضلة أخواتي الفاضلة. في الواقع مؤتمر كوب 27 من الرقم هذا 27 يبين أنه الرقم 27 بمعنى أنه قد بدأ قبل 27 عاما، بالتحديد في عام 1995 بعد دخول الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ حيز التنفيذ في تلك السنة، وبدأ مؤتمر الأطراف دول الأطراف في الاتفاقية يعقد مؤتمرا سنويا ليناقش المواضيع المتعلقة بتغير المناخ المحتمل. نعم طبعا، في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه اليوم يجتمع القادة لوضع خارطة الطريق للتغيير بحلول 2025، وطبعا الأساس هو التقليل من انبعاثات الكربون. ما هو دور المملكة الرئيسي والفعال في هذا المؤتمر وفي ملف مواجهة التغيير المناخي؟ هم كل عام يذكرون أو يذكر الأمين العام من أيام بان كي مون. أنا كان لي الشرف أن أرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى قمم المناخ منذ 30 عام، وكل عام ينتظرون خارطة الطريق لمواجهة التغير المناخي المحتمل. ولكن هنالك مسائل عديدة معقدة في هذا الموضوع، منها الاقتصاد، هل الاقتصاد له الأولوية أم مواجهة تغير المناخ وغيره. لكن المملكة سبقت كثير من الدول في هذا المجال، وهي تحرص على أن تكون البادئة في مجال مواجهة تغير المناخ، ولذلك لاحظنا الكثير من المبادرات التي تقدمت بها المملكة خلال الماضية. نعم، ولهذا السبب يعني دكتور محمد نتكلم عن مبادرة المملكة العربية السعودية عن السعودية الخضراء وأيضا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، يعني كيف ترى دورهم الفعال في ملف التغير المناخي؟ أعتقد أن هاتين المبادرتين ذكية جدا قدمهما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والتي توضح بأن المملكة العربية السعودية تبحث عن المبادرات التي لها فائدة للاقتصاد من جهة ولها فوائد أخرى على البيئة من جهة أخرى، بمعنى أن مبادرة السعودية الخضراء أو الشرق الأوسط الأخضر هي محاولة لزرع حوالي 10 بليون شجرة في المناطق الصحراوية في الشرق الأوسط، ونحن نهتم بالتحديد في منطقة الربع الخالي من جهة، ومن جهة أخرى الصحراء الأفريقية، وبالتالي هذه ستؤدي إلى الكثير من المزايا والفوائد الاقتصادية ناهيك عن الفوائد والمزايا للبيئة. المزايا البيئية على رأسها أن كلما زادت الرقعة الخضراء كلما ساعد ذلك في امتصاص غازات الاحتباس الحراري، والتي يعتقدون أنها تسبب تغير المناخ، وبالتالي نحن نواجه تغير المناخ بالامتصاص ما يسمى بالسينك. السينك يعني سحب الغازات من الغلاف الجوي. الرقعة الخضراء الكبيرة التي
سيتم تشجيرها، هذه ستكون مساهمة من أكبر المساهمات في التاريخ الدولي في الواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هذه المساهمة وهذا التشجير سيساهم في تلطيف الأجواء، منع الرياح الشديدة من غزو المدن المختلفة إلى آخره من المزايا الاقتصادية، وهذه تقع في إطار التنويع الاقتصادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية. بالفعل. أيضا المملكة اليوم اتخذت إجراءات جذرية في ملف التغيير المناخي من خلال إنشاء مدن صديقة للبيئة ومبنية على الاستدامة، في نفس الوقت الإعلان عن مشروع سير لصناعة السيارات الكهربائية وغيرها العديد، وكما نعرف مدينة دلاين وفي دنيوم أيضا موجود إكساجيون المدينة الصناعية الصديقة للبيئة. كيف ترى مستقبل التغيير المناخي بوجود مشاريع ضخمة مثل التي قدمتها المملكة؟ المملكة تقوم بواجبها الدولي صحيح تجاه حماية البيئة، لكن المملكة وحدها لا تكفي، وهي ليست المسؤولة عن المشكلة هذه. هذه المشكلة تراكمت عبر العقود الماضية حينما انتعش الاقتصاد الدول الصناعية من خلال استهلاكهم وبعثهم لمختلف غازات الاحتباس الحراري. والمشكلة إذن هي ما يسمى في مبدأ من مبادئ الاتفاقية الأساسية، هي المبدأ ما يسمى بالبولوتر باي برينسيبل، أن الملوث يدفع، لكن نحن لا ننتظر من سيدفع، لأن الأرض هي أرضنا والغلاف الجوي هو غلافنا. ولذلك مساهمة المملكة ليس فقط فيما ذكرتي أختي الفاضلة من حيث السيارات الكهربائية، من حيث المدن الجديدة القائمة على أن تكون نظيفة، وإنما أيضا من حيث تحول المملكة لتكون مصدرا لجميع مصادر الطاقة، وليس فقط النفط والغاز، للطاقة الشمسية، لطاقة الرياح، لطاقة الجيوثيرمال إلى آخره. فكل هذه تساهم في جعل المملكة رائدة في حماية البيئة. صحيح. وأيضا هنالك مشروع رئيسي تقوم به المملكة ولا بد أن نذكره، وهو سحب الكربون من الإنتاج النفطي والإنتاج الغاز. وهذا يساهم في توفير البترول نظيفا للدول الأخرى التي تحاول أن تتخلص من النفط لأنه يحتوي على الكربون. ماذا لو سحبنا الكربون؟ إذن علينا أن نتبع مبادئ الاتفاقية والتي تنظر إلى جميع غازات الاحتباس الحراري وجميع القطاعات وليس فقط قطاع الطاقة. وطالما تم توفير البترول نظيفا ليس هنالك مشكلة، لابد أن لا يكون هنالك مشكلة في هذا المجال. نعم دكتور، مثل ما ذكرت أن المملكة العربية السعودية بتقوم بواجبها وبتقوم بدورها، ولكن من المهم أن يكون هناك تعاون دولي عالمي. بنعرف أن أوروبا يعني تعتمد كثير على الطاقة الأحفورية وأيضا على طاقة الفحم تحديدا، وهي الأشد ضررا وتأثر على المناخ من ناحية انبعاثات الكربون. ولكن برأيك ما هي أبرز المخرجات اللي سيتم يعني الحدوث أو التحدث عنها ومناقشتها في هذا المؤتمر؟ دعيني أذكر في البداية أنك مستوعبة للموضوع بشكل كبير، ولا أستبعد أن يستدعوك إلى المؤتمر لتناقشي وتفاوضي باسم المملكة بإذن الله. على العموم ما تقوم به المملكة أمر كبير جدا. الآن يحاولون أن يشركوا المملكة في تقديم مساعدات للدول النامية، وهي مسؤولية الدول الصناعية، والدول الصناعية وفقا للاتفاقية هي الملزمة، بما أنها هي التي كانت تلوث، إذن هي الملزمة بتوفير الدعم والتعويض لمختلف الدول التي تتضرر من جراء اتفاقية، من جراء مواجهة أو من جراء التغير المناخي. لكن الدول الصناعية تتهرب من هذه المسؤولية. رأينا في إطار حرب أوكرانيا، رأينا كثير من الدول قد عادت إلى الفحم وهي أصلا لم تخرج منه، لكن كثفت
من استخدام الفحم، وكان عليها أن تذهب للنفط بدلا من الفحم، حيث أنه يقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منه مقارنة بالفحم. ولكن هذه هي المعايير المزدوجة والنفاق الذي عليه الدول الصناعية. نعم، طبعا للمملكة دور رئيس كونها رائدة عالميا في وتعتبر منتج عالمي للنفط، لها مسؤولية كبيرة في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأيضا ضرورة الأمن الطاقة مع أمن الغذاء، وهنا يحصل أو المناخ عفوا، هنا يحصل التوازي مع خفض انبعاثات الكربون أيضا. وخلال أعمال الجي 20 اللي ترأستها المملكة، كان واحدة من أهم الأهداف هو إعادة تدوير هذا الكربون بحيث أنه يستخدم مرة أخرى ليستفاد منه بدل أن يكون مضر لهذه البيئة. السؤال هو، والذي أنت ذكرته بنفسك، أن الدول النامية هي أكثر الدول تضررا في العالم من الكربون. الآن هل يعتبر هذا تحدي أو هناك أمل وطموح لمعالجة هذا الملف الذي تتضرر منه الدول النامية تحديدا التي يتواجد فيها المصانع التي تنتهي هذه البيئة، وأيضا هناك انتهاكات للإنسان؟ أيضا هنالك نقطتان. نعم. النقطة الأولى، أنت تذكرين الكربون. نعم. الاتفاقية تقول غازات الاحتباس الحراري وليس الكربون فقط. هم فصلوا اتفاق باريس بحيث أن يكون الكربون هو المتصدر وأن يكون قطاع الطاقة هو المتصدر، وهذا عكس الاتفاقية، لابد أن يعودوا مرة أخرى إلى الاتفاقية. هذه ناحية. الناحية الثانية، المملكة هذا مشروع تطوعي، الدول النامية ليس عليها التزامات، والمملكة هي أحد الدول النامية ليس عليها التزامات محددة، ولكن كل دولة تقوم طوعيا باختيار المناسب لها والاقتصادها. ولذلك بدأنا في المملكة العربية السعودية بإزالة الكربون تدريجيا من إنتاج النفط والغاز، وإعادة ضخ هذا الكربون في حقول النفط التي تحتاج إلى إما ضخ المياه أو ضخ الكربون ليزيد الإنتاج منها، وأيضا استخدام الكربون لإنتاج مواد وصناعات أخرى. إذا بنستفيد من الجهتين، وهذه هي ما يسمى بالوين وين سولوشنز، الحلول المفيدة للاقتصاد والمفيدة للبيئة. ولذلك المملكة رائدة في هذا المجال، ولا بد أن تشكر حكومة المملكة العربية السعودية على هذه المبادرات. النقطة الأخيرة التي أود أن أذكرها هي أمن الطاقة. هنالك استعجال للتخلص من النفط، ولذلك ذكرت وكالة الطاقة الدولية بأن على جميع المستثمرين في النفط والغاز أن يوقفوا جميع الاستثمارات في النفط والغاز والتوجه إلى الطاقة البديلة. الطاقة البديلة ستأخذ عقود إلى أن تحل محل الطاقة الإحفورية، لكن هنالك استعجال لأهداف سياسية ولمصالح اقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتم. النفط سيبقى هو رائد مصادر الطاقة لعقود قادمة شاء أم أبوا، وبالتالي حينما يذكرون إيقاف الاستثمار في النفط، أن هذا العالم سيواجه أزمة، وهذا ما حدث مع حرب أوكرانيا. ولذلك لابد للعالم يتنبه ويعود إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ولا يلتفت إلى الدعوات التي تخالف المنطق. جميل. يعني دكتور محمد، كنا نتكلم بالتفصيل عن أهمية هذا المؤتمر كوب 27 ومدى تأثيره على التغير المناخي، ولكن خليني أخذك على محور ثاني، على المحور الاقتصادي. لو لا سألتك لا تأخذيني الله عافيك. طب نروح سوا يا دكتور محمد. نروح سوا. طيب خليني نتكلم عن العائد الاقتصادي، سواء كان على المدى القريب أو المدى البعيد، من هذا المؤتمر أو التغيرات اللي طبعا تقوم بها السعودية، المبادرات اللي بتقوم بها السعودية، عشان الناس البسيطة تقدر تستوعب مدى أهمية هذا النوع من المؤتمرات. هي مو بس خطر على كوكب الأرض، يعني ما حيكون لي عائد اقتصادي. لو تفصلنا إياها من فضلك. الموضوع هذا موضوع يخلط بين الأهداف البيئية الخالصة والتي جميعنا يهتم بها، والمصالح الاقتصادية. الدول الصناعية تمتلك
التكنولوجيا الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها، وتود في نفس الوقت أن تتخلص من النفط والغاز لأنها تستورد معظم احتياجاتها من النفط والغاز، وتستمر لأنها تمتلك الفحم واحتياطات الفحم، تستمر في استهلاك الفحم وبشكل كبير. هذا التناقض لابد أن يتخلصوا منه، وأن يبدأ العالم في التوجه نحو مواجهة تغير المناخ بصورة خالصة وفقا لاتفاقية التغير المناخي التي فاوضناها وأبرمناها في عام 92 ميلادي من القرن الماضي. أما النفاق والمعايير المزدوجة والمصالح الشخصية لبعض الدول الصناعية فهذا أمر في المحافل الدولية لا يمكن قبوله إطلاقا. نعم، أعتقد اليوم دق ناقوس الخطر بأنه لا يمكن المجاملة أو النفاق في هذا المجال، لأنه الأعداد والأرقام تتحدث عن خطورة ما يواجهه هذا العالم والتغيير المناخي الذي بتأثر فيه كوكب الأرض، وطبعا بالتالي راح يكون خطر على الإنسانية. منذ آخر قمة في غلاسكو إلى هذه القمة حوالي سنة، ولكن خلال هذه السنة تغيرت أشياء كثير، شفنا التضخم وأيضا ارتفاع نسبة الفائدة وأزمة الطاقة، وحتى بعد التعافي من كورونا يعني كنا شايفين أن الوضع بدأ يرجع للحل الطبيعي أو الوضع الطبيعي، ولكن مع وجود الصناعات وانبعاثات الكربون للأسف أثر على البيئة بشكل كبير خلال هذه السنة تحديدا. اليوم تحويل الطموحات ودفع آليات التغيير على أرض الواقع يا دكتور، هل ممكن أنه بالفعل بهذه الخطة اللي قدمتها المملكة العربية السعودية بأن يكون هناك شرق أوسط أخضر، راح يكون هناك في تغيير جذري، وهل ممكن بالفعل أن يتغير هذا العالم ويتبع نفس النهج التي اتبعته المملكة العربية السعودية؟ هي تتعدد المبادرات. نعم. مبادرة المملكة قد لا تجدي في الدول الأوروبية لأن الدول الأوروبية خضراء أساسا. نعم. لكن تجدي في الدول الأفريقية على سبيل المثال، في بعض الدول أمريكا اللاتينية وهكذا. فلا بد أن تقوم جميع الدول بما يحقق مزايا اقتصادية لها وفي نفس الوقت يساعد في حماية الكوكب من تغير المناخ. هذا هو الهدف، وعليهم أن يحددوا بأن المبدأ هو أن يكون هنالك مواجهة في جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط قطاع الطاقة. صحيح. وأن تكون جميع مصادر غازات الاحتباس الحراري، لدينا غاز ثاني أكسيد الكربون، لدينا ال H2O عفوا غاز الميثين، لدينا نيتروز أوكسيد إلى آخره، كثير من الغازات، لكن تركيز فقط على، حتى أنت في كلامي تقول الكربون خلاص أثبرمجنا كلنا. أيه. للأسف بما أملوا علينا في بعض المحافل الدولية، لكن هذا غير صحيح لأن الاتفاقية تقول بأن المبدأ في المواجهة هو مبدأ الكومبرهنسيفنس الشمولية. نعم. ولذلك لابد أن يكون هنالك شمولية. نعم. بالضبط. المستشار النفط الدولي الدكتور محمد الصبان، شكرا لوجودك وشكرا لقبولك الدعوة. إذن